السلام عليكم اخواني اخواتي لاباس عليكم صحتكم لاباس كنتمنى لا فيديو اليوم اكيد تلقاكم في اتم الصحه والعافيه بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اول حاجه كنعتذر من الناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب وكنتعطل عليهم راكم عارفين ظروف العمل الله يسخر لينا وليكم ما بقات غير جوج سيمانات فيديو ديال اليوم ان شاء الله عندنا واحد لابارتمون للتنازل في المنزل 3 ديال بن مسعود بدون ربا هاد لابارتمون اللي كتشوفوا دابا في التصاور هي طبق الاصل من لابارتمون اللي كتنازل على السيده لابارتمون اللي كتنزل عليه السيده فيها 60 متر كاري جات في الكاطري ميطاج كتطلع على الشارع جوج الغرف صالون كوزينه فيها البالكون وحمام لابارتمون غادي توجد في 2025 وممكن نزيدو حتى ل 2026 الاول ديالها السيده دافعه الطريطه حتى لشهر 7 2025 يعني اللي غير اللي غادي ياخذها من عندها ما غيبدا بالطريطه مع الشركه حتى لشهر 7 2025 مولاتها كطلب فيها عشرين مليون وكتبقى للشركة عشرة المليون هذيك عشرة المليون اللي كتبقى للشركة كتعطيوها بالطريطات السيدة خداتها في ألفين وتسعطاش وباقي لحد الآن متسلماتهاش كيما كنقول لكم بن مسعود بدون ربا خصكم شوية الصبر ولكن راه كيبني وكيسلمكم وكي ولكن كيتعطل هادي هاد لابارتمون هادي طبق الاصل لابارتمون اللي كتنازل عليها السيده دابا راهم بنيين وان شاء الله باذن الله في في الاخر ديال شهر 9 غادي نمشي وغندير لكم جوله تما باش تشوفوا فين وصلوا غتسولني فين جا المنزل ثلاثة غنقول لكم جا قبالة المنزل جوج قريب لطريق الرباط ايكيا قريب للطريق الرباط في مدينة طنجة، ما عطيتكم التفاصيل كاملة، لابارتمون كاملة غطيح عليكم 30 مليون، عشرين مليون ممكن فيها شوية المفاهمة السيدة تنقص لكم شوية، لابارتمون فيها ستين متر كاري، جات في الطبقة الرابعة، كطلع على الشارع، هادي هي الكوزينة وفيها البالكون، وعاد ديك الساعة ندوزو باش نشوفو الحمام، هذه هي الكوزينة كيما كتشوفو هذا هو الحمام وكما كتعرفوا البني ديال بن مسعود راه مزيان هذا هو بليتو البالكون البني ديال بن مسعود راه مزيان اللي بغى المعلومات وبغى يعرف التفاصيل ما فيها باس نخلي لكم رقم التليفون باش تواصلوا معايا آه اللي بغى يشريها اكيد هذا هو الحمام شكرا لكم والسلام عليكم ما تنساوناش باللايكات والبارطاج واللي عنده اي حاجه سواء تنازل سواء بيع يتواصل معنا ويكون خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته